بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية الإخوة الأعزاء، السادة عمداء الكليات ومشاركي النجاح والمسؤولية والزملاء أعضاء التدريس من الكليات المختلفة، أبنائي وأصدقائي طلاب الجامعة، زي ما قلت قبل كده وأقول في كل المناسبات، أنا فخور بقيادتي لجامعة سوهاج وفيها هذا الجيل من شباب الجامعة الواعي المثقف المدرك لمسؤولياته، وسعيد جدا لأن أكون رئيس جامعة ويكون معي اتحاد، أول اتحاد طلاب منتخب على مستوى في الجامعات المصرية، لأن وجود اتحاد للطلاب يمثل الطلاب هو نقطة قوة بيسعى بها أي مسؤول، مسؤول يريد الإصلاح والتطوير والتحديث. اتحاد الطلاب هو الوصلة المهمة ما بين إدارة الجامعة والطلاب، قادر على نقل كل متطلبات الطلاب ومشاكلهم إلى إدارة الكليات ثم إلى إدارة الجامعة. حجم التفاؤل اللي أنا شايفه في طلاب الجامعة وإيجابيتهم في نقل مشاكلهم إلى إدارة الجامعة يشجع كثيرا على أن نفعل ونطور ونحسن من أدائنا كرئاسة الجامعة. من خلال الفترة اللي فاتت من خلال تواصلي مع الطلاب بأشعر تماما أن هناك رغبة ملحة لدى الطلاب في التحسين والتطوير وحل المشكلات الطلابية. لو احنا بصينا الفترة اللي فاتت، الجامعة بتسير بخطى ثابتة نحو التطوير والتحسين. لو احنا بصينا خلال الكام سنة اللي فاتت، عندنا حجم المشروعات والإنشاءات والتطوير لجامعة سوهاج لم يحدث من أكثر من 15-20 سنة من عمر الجامعة. كلكم شايفين حجم الإنجازات اللي بتتم على أرض الجامعة في الكوامل وفي التوسعات الجديدة، أكثر من 2.6 مليار جنيه تم إنفاقها في مشروعات الجامعة ومنشأتها. عندنا حاليا في 6 مشروعات جارية على أرض الجامعة، منها مبنى لكلية الحقوق، مبنى لكلية التربية الرياضية، مجمع للمدرجات، مبنى للإدارة المركزية والفندق المركزي، مبنى للفصول، مبنى لكلية رياض الأطفال. هذه المشروعات بتكلف الدولة أكثر من 600 مليون جنيه بتجري أو بيجري إنشاءها على أرض الجامعة. عندنا إن شاء الله السنة اللي جاية، في خطة السنة اللي جاية بيتم افتتاح إن شاء الله 3 كليات جديدة وبنشتغل عليهم من دلوقتي، كلية طب الأسنان وكلية رياض الأطفال زي ما قلت إن شاء الله نفتحها، وشغالين في كلية اسمها كلية علوم الصحارة والموارد الطبيعية، وده أخدت لجنة القطاع، موافقة لجنة القطاع، وإن شاء الله كلية الإعلام. ده الكليات اللي احنا بنشتغل عليها إن احنا بنحطها في الإنشاءات العام القادم إن شاء الله علشان نقدر فعلا نتوسع في منشآت الجامعة، وده مرصود لها أكثر من 500 مليون جنيه علشان نعمل هذه المشروعات. فحجم المشروعات اللي بتتم على أرض جامعة سوهاج حجم كبير جدا وبيكلف الدولة مئات الملايين من الجنيهات، والحقيقة يعني ده بيخلينا نضع خطة لتحسين مواردنا الذاتية للجامعة علشان فعلا يبقى عندنا مصادر تمويل ذاتية
نقدر من خلالها نصرف على المشروعات الخاصة بأنشطة الجامعة. أتمنى من اتحاد طلاب الجامعة استمرارية مشاركته واستمرارية تمثيل الجامعة المشرف في الأنشطة المختلفة اللي بتقوم بها الجامعة. الحقيقة على مدار الكام شهر اللي فاتوا أنا لاحظت وبشدة مدى إقبال الطلاب على المشاركة في الأنشطة، وأصبح جامعة سوهاج واسم جامعة سوهاج يعني يضرب به المثل في العديد من المناسبات وفي العديد من الأنشطة اللي بتتم على مستوى الجمهورية، وده لم يكن يتعدى إلا لو هناك اتحاد طلاب وشباب الجامعة الواعي المدرك لمسؤوليته ورغبته في أن يظل اسم جامعة سوهاج عاليا في المحافل المختلفة وسط الجامعات المصرية. وطبعا أنا علشان ده يستمر وينجح لازم نقول إن احنا كل الناس اللي ساهمت في ده لهم منا كل التقدير والشكر، وكل التقدير والشكر للأستاذ الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على دعمه المستمر للأنشطة الطلابية المختلفة. عندي أمل كبير جدا في طلاب جامعة سوهاج، ومدرك تماما لرغبتهم في أن اسم الجامعة يظل عاليا وتحتل مكانة مرموقة بين الجامعات. عندنا مراكز متميزة حصل عليها طلابنا في مختلف الأنشطة، وإن شاء الله كل ده هو يعيان عنه في نهاية العام الدراسي لما نعمل الحفل الختامي بتاع الأنشطة الطلابية. أتمنى من طلابنا زي ما احنا متعودين من طلابنا الإيجابية، الإيجابية في كل شيء. عمر المجتمع ما هيتقدم ولا هيزدهر إلا بالمشاركة والمشاركة الإيجابية. وانا لما بتكلم عن المشاركه مش بتكلم عن المشاركه السياسيه او المشاركه في الانتخابات فقط، انا بتكلم عن المشاركه بكل ما تحمل هذه الكلمه من معنى. مشاركتك في خدمه زمايلك، مشاركتك في انشطتك الطلابيه على مستوى الكليه على مستوى الجامعه، مشاركتك مع اعضاء التدريس في تحسين صوره الجامعه، مشاركتك في نقل السلبيات الى اداره الجامعه بهدف ان احنا نطور ونحسن ونحل مشاكلنا كجامعه، مشاركتك في كل الانشطه اللي بتتم على ارض الجامعه. انا كل سعاده بهذا الكم من الطلاب المتواجد، وكل سعاده بكم كطلبه جامعه سوهاج اللي انا بتشرف فيكم في كل مكان، كل سعاده بمشاركه اعضاء التدريس والتواصل الايجابي ما بين اداره الكليات المختلفه وطلاب الجامعه والإدارات المختلفة اللي بتعمل مع إدارة الجامعة في التواصل الطلابي. كل أمل في اللي جاي إن شاء الله هيبقى أحسن، في إن مستقبل جامعة سوهاج قادم بإذن الله، لأن رغبتنا أكيدة وقوية على إن احنا نحسن من أدائنا كجامعة، إن ترتيب جامعتنا يبقى في المراتب الأولى ما بين الجامعات. وانتوا سمعتوا طبعا اكيد السيد رئيس الجمهوريه وبيتكلم عن المشاركات ما بين الجامعات والجامعات العالميه، وده اللي احنا بنشتغل عليه، ان جامعه سوهاج تكون ضمن الجامعات التي لها توأمه مع الجامعات العالميه والجامعات الاوروبيه. احنا لسنا اقل من اي جامعه مصريه عربيه اوروبيه حتى، لدينا من الامكانيات الكثير، وبيكم